انتقلت على العهدة ولقيت الملفات مش منظمة والشغل مش كثير يعني مرتب، فقررت إني أنا أنظم لهم كل المواد العهدة، الملابس والذخائر وما إلى ذلك على الحرف والرقم، وأيضا أخلي الكربون على نسختين حتى إنه الإيصال يطلع مكربن وما حدا يغير فيه. وأيضا كان في زميل لنا اسمه أنور، هو خريج كلية المجتمع، عملت أنا وياه مكتبة للدبابات الثانية، وكنت أعطي فيها محاضرات أيضا للضباط باللغة الإنجليزية، وكنا نطلب أيضا من المكلفين أنهم يحضروا بعض الكتب. وأنا خرجت وكان أمين العاصمة وقتئذ معن أبو نوار، وحضرنا مجموعة من الكتب، فصار في عندنا مكتبة وأسسنا فيها طاولة رملية كنا نشرح فيها عن مناطق التقتيل والدبابات وعمليات الاقتحام والانسحاب وغير ذلك من أمور، وأيضا أعطي محاضرة باللغة الإنجليزية ومحاضرات بالإدارة هذا والتدريب. وانت كله مكلف بالتجنيد نعم، الاجباري. مكلف بالتجنيد الإجباري، وبالعطل كنت آخذ من الساعة للساعة وأخرج وأتعلم لغة إنجليزية في البريتش كونسل، وفي أيضا المركز في الويبدة، مركز اللغات الحديث، وكانت يعني معظمها سيرا على الأقدام، يعني تمشي للزرقاء ومن الزرقاء إلى مجمع عمانة العاصمة، ومن ثم إلى موقف السيارات الويبدد الثلاث، ومن ثم إلى، كانت معاناة شديدة. وكنت أحضر أيضا معي كاسيتات لغة إنجليزية بعد الغفارات وبعد الوظائف كنت أستمع لها وأدرس وغير ذلك من الأمور. إذا بحق بحق أن نعتز فيك ونفتخر، وأيضا بحق لأخونا سالم الطراوني اللي أخرناك يا أستاذ سالم، لا بسيط بحق هذا، بحق أن كنا نعتز ونفتخر بهذا النموذج الأردني الرائع. تفضل أستاذ سالم. أستاذ سالم تفضل. أنت على الهواء، تفضل يا أستاذ سالم. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم؟ الله يكرمك يا رب. نشكركم على البرنامج اللي تطلع فوارس الأردن. الله يرضى عليك. نمسي عليك بالخير ومسي على أبو فيصل. الله يمسيك الله بالخير سيدي. الله يمسيكم بالخير ويمسيكم نوار النبي. اتفضل سامعينك يا أستاذ سالم. طيب تحياتنا للأستاذ سالم من قطع الخط، وبنقول له أيضا شكرا على اتصالك، ويعني بتحن هذيك الأيام يا دكتور. نعم، يعني في إلنا زملاء وبزوروني أيضا، اشتغلت معهم أنا بكل مرافق العمل، يعني كنت أشتغل في المكتبة، كنت أشتغل في العهدة، خرجت معهم في كل الأعمال العسكرية بالمعنى، في أيام التعايش الصبح مثلا، أيام الثلاثاء مع الأفراد، في التدريبات، حتى بعد ما خلصت أنا خدمة العلم قرروا وقتئذ في الدولة الأردنية أنهم يستدعوا الاحتياط عبر الإذاعة، فكانوا سووا تجربة، فصرت أنا بداهم في وزارة الصناعة والتجارة، فطلع اسمي مع اللي بدعوهم للتجربة، وأنا ما صار لي أكم من شهر مخلص، فبالغلط حطوا اسمي يبدو، وأخذوني على كتيبة غير الكتيبة اللي أنا تدربت فيها السنتين، ودوني على اللاسلكي بالمفرق لمدة شهر، وحلقوني على الصفر ورجعوني على الوزارة مرة ثانية، وأيضا ذهبت إلى المفرق وخدمت الشهر اللي مطلوب مني، ورجعت أقول لهم يا عمي أنتم غلطانين، فقال طيب كان حكيت لنا من أول، قلت لهم أبدا، أنا عادة كعسكري الآن طلب مني أني أنفذ الأمر ثم أناقش، فنفذت الأمر وخرجت إلى كتيبة غير الكتيبة اللي تدربت فيها، وتعلمت على أمور اللاسلكي غير التي تدربت عليها في سائق مدفعي إشارة، وكنت أخرج بالوظائف، وكنت يعني أؤدي كل الرسائل المطلوبة مني بكل أماني وبكل إخلاص وبكل اقتدار. في أحد طلاب الجامعة الأردنية معنا الخط اسمه بلال، يعني حابين نمسي عليه ومسي علينا. مساء الخير يا أخويا بلال. ألو. ألو. مساء الخير. هلا مساء الورد، بهالك ضال تصحيح بس. الله يخليك، هاي الدكتور معك، تفضل. الله يخليك، أول شيء أنا يعني بداية حاب أمسي عليكم بهاي الأمسية الطيبة. الله يمسيك بالخير. الدكتور خليف الطراوني. الله يسعدك. الرئيس القريب لجميع طلبة الجامعة الأردنية والجامعات الأردنية المختلفة. الله يمسيك بالخير سيدنا أبو فيصل. مساء الورد، هلا حبيبي بهاء. أول شيء يعني بصراحة كلنا بنعتز ونفتخر بالأستاذ الدكتور خليف الطراوني، هيك يعني أستاذنا، وأنت بصراحة مثال للرئيس القدوة بصراحة. يعني ما قدمه الدكتور خليف في الجامعة الأردنية بالتحديد، وفي المسيرة الإدارية أنا يعني بدي أحكيها للأب الحاني على جميع الطلبة،
بصراحة بنعتز بنفتخر فيه دائما، ويعني إن شاء الله رؤساء الجامعات الآخرين بيكونوا على خطى وعلى النهج الصحيح بالإدارة اللي يعني بنتهجها الدكتور خليل. أخ بلال بهاء أيوه أخ بهاء، أنت طالب الجامعة؟ أنا طالب الجامعة بتخصص العلوم السياسية. أي سنة بالله؟ أنا سنة ثالثة. طيب. وأيضا بعض اتحاد طلبة الجامعة الأردنية. يعني قصة حياة الدكتور الأمامك استفدت منها إشي؟ أكيد الدكتور خليك بصراحة بالتعامل اليومي له مع الطلاب ومعنا كاتحاد وكأندية طلابية وكهيئات طلابية بالجامعة الأردنية وكطلاب عاديين، يعني بصراحة أنا ما بحب أمدح كثير، بس النموذج الموجود لدينا في الجامعة الأردنية كرئيس بالفعل نعتز ويعني هو الفخر للطلاب هذول ان شاء الله. بارك ما يعني بصراحه قد يعني الواحد ما قدم من مدح ومن من شكر للدكتور خليف ما ابو فيه نص الحق او خلينا نقول اسمه جزء من حقه. بارك الله فيك اخ بلال، ان شاء الله ربنا بوفقك وايضا تتمكن تحقق كل الاهداف وتمشي على نفس الخطى اللي مشى عليها الدكتور خليف. أنا بنفسي أسمع يا سيدي صوت نور بنتك. أنا بعرف أنه أنت بتحبهم كلهم، لكن صحيح. نور إلها عندك واقع خاص. صحيح. يعني ممكن الأول تجرب إلها في الحياة لما يعني صار معها حادث وصيبت بعض الكسور، يعني صحيح. هذا الجانب الشفقة عليها هو ولد هذا الحنان الزائد. ممكن نحكي عن قصة حياته وليش الأكثر شغفا بها. يعني هو إحنا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشافى ويشفى. فنور أولا ابنتي الوحيدة وهي الأصغر، وبالتالي هذا جنب لحاله. يعني 10 سنوات عمرها هو يبلها بالصف الثالث ابتدائي بالضبط. هي لا 2005 هي بشهر 3 2005. نعم. فانولدت وبعدين كنا احنا بعمان وقتها سكان عمان، فبالعيد بدنا نمضي العيد في الكرك في الخالدية عند الحجة، لأنه هذا العيد لا يكتمل إلا يعني بأنه نكون معها. فأمها حاملتها ويبدو أنه في إشي واقع على الأرض بالشارع المحاذي لبيتنا من السرو أو من الأشجار، فزحلقت الأم فيصل فوقعت هي ونور، وقعت نور يعني تحتها، فكانت عمرها أشهر يعني. فهذا تسبب عندها كسر بالفخذين، طبعا أسعفناها حاملينها بيدينا وبنت صغير وتبكي بكاء يعني شديد للكرك، وكانت يعني بكل احترام وتقدير لكل مستشفياتنا، ويعني العلاجات الأولية والقرار الأولي كان صعب وقاسي، إنه بدنا نحط جبس وبدنا نحط حديد وأسلاك وما إلى ذلك. فقلنا لهم لا يا عمي، بس أنتوا اللي جبسنون لها مشان ما تظلها في الطريق وما نحملها بدون امبالانس، لان بنت صغير وهذا بنحملها بسيارتنا. ف يعني تركت اولادي انا ببيتي في الجامعه، لان كنت بشتغل بجامعه مؤتي وقتئذ، لكن سكان عمان، فتركناهم واخذت نور وامها وطلعنا على المدينه الطبيه، وهناك يعني استقبلنا الدكتور محمود العودات الله يذكره بالخير. فبعد ما سوى تقييم قال لي عمي هاي طفلة صغيرة وإحنا بدنا نسوي تجربة، يعني بالمعنى العام لا بدنا نخضعها لعلاجات ولا لمسكنات ولا لأي شيء من هذا، بدنا فقط أنه نعلق رجليها بثقالات بسيطة وظلها معلقات رجليها بالسرير لمدة أول مرة أسبوعين وبعدين أسبوعين شهر. وكانت أمها الله يجزيها الخير يعني بدها ترضعها كل يوم، فيعني كانت صعوبة فائقة، البنت صغيرة ومكسرة وهذا. فكنا يوميا أجي أنا من الدوام أقعد معهم بالمدينة وأرجع للكرك، فكانت مشقة يعني طويلة، لكن بحمد الله ويعني مع المعالج الحثيثي ومع إجراءات الدكتور نمى عظم جديد، فمسح العظم السابق وبقينا مستمرين كل 3 أشهر ثم كل 6 أشهر نصورها. فسوى ملف عند الدكتور العودات وطلبني واستأذن مني أنه يعرضه على كلية الطب حتى أنه يصير حالة دراسية، وأنا سمحت له
أنه يقوم بهذا الكيس ويعتبرها حالة من الحالات الطبية اللي يدرب فيها الأطباء المتدربين على أنه العظام للصغار هذا بتنمو بتشطف الكسر السابق نهائيا، وبالتالي بنمو عظم جديد. والحمد لله الآن الأمور ما في يعني عظم نما من الشهر السادس تقريبا. دائما ولد البكر إله هيك واقع خاص عند الأهل. فيصل أول تجربة لهم. صحيح. فيصل شو مثل لك فيصل؟ فيصل بمثل كل شيء في حياتي. صحيح. يعني هو بمثل رمز من الأشياء اللي أنا بعتمد عليها. هل هو إن شاء الله بهذا السنة توجيهي؟ يعني هو مواليد 96. نعم. يعني داخل بالسبعتاعشر وأنا 17 سنة. فيصل حتى في طفولته يعني أنا عرضته لكل المواقف الحياتية. كنت أمشي معه يوميا على المزارع وخليه يوقف مع كل مربي الأغنام. كنت أمرر على دوائر الحكومة وهو صغير، بس قبل حتى الروضة يعني بثلاث سنين وسنتين كنت أخذه على الدفاع المدني وعلى الجيش وعلى الجناح العسكري. نعم. كنت أخذه على الأسواق، كنت أخذه معي على مجالس الرجال، كنت أخذه معي على كل الأشياء. يعني كبرته قبل أوانه؟ قبل أوانه. طيب. بعدين طيب. فيصل معك الخط، رحب يسمع صوتك تسمع صوته. خلينا نمسي عليه. مساء الخير عمي فيصل. النور. كيف حالك؟ الحمد لله. يعني موقف مش سهل انه الواحد يبدا يحكي مع ابوه على الهواء، لكن هذا مش اي ابو، هذا ابو فيصل اللي احنا كنا والشعب الاردني كله بعتز فيه، فبدنا نسمع منك كلمه للوالد الموجود بيننا حتى نشوف مدى حبك ومدى احترامك ومدى قدرتك لانك تاخذ نفس الخط اللي مشى عليه الوالد. وخلينا نسمع بس صوتك من التلفون بدون التلفزيون. أنا قد ما أحكي عن أبوي ما بوفي حقه، هو اللي مشاني بهالطريق وهو قدوتي بالحياة، وبحاول أكون قده أو نص اللي هو بتمنى أني أنا أكونه، وهنا عم نجتهد عشان نكون قرة عينه اللي ملاش غيره. في بدي هيك موقف تعايش أنت وياه مع والدك مؤثر فيك لغاية الآن يا فيصل؟ في كثير مواقف أثرت فيه. موقف خلينا نستفيد منه. في كثير مواقف أهمها مثلا بدراستي، هو اللي بدعمني وبوجهني بالطريق الصح عشان يرضى علينا، وإحنا عم نعطي المجهود، وهي الحمد لله ما بيقصرنا طلبات، وإحنا نحاول نكون ضمن النطاق اللي هو طالبه منا. طيب خلينا نسمع الوالد شو ممكن يقول ابو فيصل لابنه البكر فيصل على مسامع ام فيصل والحجه كرب اسره الان. انا بقول له الله يرضى عليه، يعني فيصل من الشباب الطموحين، الشباب ايضا الواقعيين، يعني كان هو في برنامج الاي جي وقال لي بابا انا يعني الاي جي اللي بدهم يروحوا هندسي وبدهم يروحوا طب، وأنا رغبتي أروح حقوق. قلت له على بركة الله، فبقول له إن شاء الله يا ابني بتكون أنت أيضا سند وداعم من دعائم العدالة الأردنية والقضاء الأردني والمحاماة الأردنية، وأنا إذا الله خلف العمر إن شاء الله أني راح أكون أيضا سند له وأكمل له مشوار. اتجاهه قانوني؟ هذا هو اللي قال لي، وهذا اللي أنا إن شاء الله راح أحقق له إياه إن شاء الله، أنه الله بحماه.